دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم أعزائي الطلاب مرة أخرى مع القسم الثالث من مادة العروض للغة العربية المشترك للفرعين الأدبي والعلمي. محدثكم أستاذ مصطفى شويش. طبعا قلنا لكم بأن هذه المادة لها من العلامات 25 علامة، من أصل 200 علامة. طبعا الآن نتطرق إلى قضية نمط أسئلة الوزارة. طبعا في القسم الأول شرحنا ثلاثة أبحر، وفي القسم الثاني شرحنا أيضا ثلاثة أبحر. الآن هذه الستة أبحر يعني سنتحدث عن كيفية أسئلة الوزارة عليها، نمط الأسئلة الوزارية. طبعا السؤال الثابت له من العلامات 18 علامة، اللي هو سؤال قطع البيتين واذكر التفعيلات واسم البحر. طبعا قطع التقطيع له 3 علامات، والتفعيلات 3 علامات، واسم البحر 3 علامات، هذه 9 علامات. ويعني يأتيك بيتان، هي صار عندنا 18 علامة. النمط الثاني من الأسئلة سؤال افصل بين الشطرين، والنمط الثالث اللي هو سؤال ضع دائرة أو اختر الإجابة الصحيحة. الآن نبدأ في السؤال. طبعا السؤال الأول اللي هو قطع البيتين ذكرنا وأخذنا أمثلة كثيرة في شرح القسم الأول والثاني. الآن سنتحدث عن افصل بين الشطرين واختر الإجابة الصحيحة. تمام. الآن يأتينا سؤال بيت من الشعر فيه فراغ هذا، ويأتينا خيارات نختار الإجابة الصحيحة التي توافق الوزن العروضي والمعنى. كيف نبدأ بحل هذا السؤال؟ طبعا عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أننا نقطع الشطر التام، يعني الشطر الذي ليس فيه فراغ، الذي ليس فيه فراغ. لماذا نفعل ذلك؟ حتى نتوصل إلى البحر من خلال التفعيلات، من خلال البحر أستطيع أن أختار الكلمة التي تناسب البحر. يعني لو قطعنا يا أخي لا تمل بوجهك عني، يا أخي لا تمل بوجهك عني، ستجد أن هذه التفعيلات من فاعلات، والتفعيلة الثانية من متفعل، والتفعيلة الثالثة من فاعلات. طبعا كيف عرفنا ذلك؟ لابد لك أن تدرس القسم الأول والثاني من مادة العروض التي قدمناها سابقا. إذن فاعلات متفعل فاعلات، وهي تفعيلات بحر الخفيف. إذن هذه الكلمة يجب أن تكون من فاعلات مستفعل فاعلات. إذن نأتي هكذا، ما أنا، ما اللي هي الكلمة التي قبل الفراغ، ما أنا، ما أنا. الآن هذا الفراغ نقطع كل كلمة وحدها، فحمة، ما أنا، فحمة. لاحظ، بدي أنتبه أنه الكلمة إذا كان فيها التعريف يعني يصبح التقطيع الآن، لأنه قال التعريف دائما توصل بما قبلها، قال التعريف توصل بما قبلها، يصبح التقطيع ما نل نل. هسه بكمل الكلمة غريب. طيب مختلف مختلف، عظيم عظيم. تمام، بكمل التقطيع ولا أنت فرقد، ولا أنت فرقد. الآن ماذا نفعل؟ لاحظ الأولى، طبعا حكينا أنه بحر الوافر أنه العد 4 4، الأخيرة مش مهم عدها. لاحظ فاعلاتن، إذا التفعيلة الأولى تصلح. التفعيلة الثانية يجب أن تكون مستفعل، متفعل. لاحظ تزبط مجموعة مستفعل. التفعيلة الثالثة لازم تكون من فاعلات، فاعلات. إذا هذا الخيار نعيد مرة أخرى. حكينا إنه بحر الوافر، آسف، بحر الخفيف، العد فيه 4 4، الأخيرة ليس مهم العد، 1 2 3 4، هاي 1 2 3 4، هاي العد الثاني.
تمام. لاحظ الأولى من فاعلات، 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 تزبط. الثانية من مستفعل، مفعل، الثالثة من فاعلات، فاعلات. إذن كلمة فحمة تصلح. لا بدي أشوف الخيارات الثانية، ممكن في كلمة ثانية بتزبط حتى أختار حسب المعنى. تمام، نقطع أربعة. الأولى لازم تكون من فاعلات، لاحظ فاعلات، ما في عندي تفعيلة في مجموعة فاعلات. لو رجعت لمجموعة فاعلات في القسم الأول لن تجد تفعيلة شحطبة شحطبة، إذن هذا الخيار يستبعد. الآن نأتي على كلمة مختلف، 1 2 3 4 تزبط فاعلات. نعد كمان 4 1 2 3 4. الآن التفعيلة الثانية لازم تكون مستفعل، بس هذه ما بتزبط مستفعل، ما عندي بابا شحطبة في مستفعل، إذا هذه تستثنى. إذا نأتي للخيار الثالث، 1 2 3 4، لاحظ لازم تكون من فاعلات، ما في عندي في فاعلات شحطبة شحطبة، إذا هذا يستثنى. إذا الإجابة الصحيحة ستكون كلمة فحمة، هذه الإجابة الصحيحة. تمام، إذا الطريقة أن نقطع الشطر الذي ليس فيه فراغ حتى نتوصل إلى اسم البحر، وبناء على ذلك نذهب إلى تقطيع الكلمات حتى نصل إلى التفعيلة من خلال الشطر الأول الذي وصلنا من خلاله. تمام، الآن في عندنا طريقة ثانية، طبعا طريقة ثانية هذه خاصة بمنهاج التوجيهي. الآن الطريقة الثانية، طبعا سؤال ضع دائرة أو اختر الإجابة الصحيحة في العروض، يعني على الأغلب لا يأتي خارج الكتاب المدرسي. إذا الطالب يعني كان عنده مشكلة في التقطيع، طبعا يتبع هذه الطريقة، طبعا يعني طريقة يعني جيدة. احنا نقول دائما الطريقة الأساسية هذه الطريقة، ولكن أحيانا لتوفير الوقت نحفظ هذه الكلمات: جهل المرء حليف هواه، وحوادث الدهر وراءه، المكتب الغواص. أو طبعا هذه كلمات الفصل الأول، هذه الكلمات للفصل الأول، يعني بمعنى آخر لما أشوف في الفراغ كلمة في الخيارات، آسف، لما أشوف في الخيارات كلمة جهل أو كلمة المرء أو كلمة حليف أو كلمة هواه أو كلمة حوادث، كلمة الدهر، كلمة وراء أو وراءه، والمكتب والغواص، إذا شفت أي كلمة من هذه الكلمات مباشرة اختارها، هي الجواب الصحيح. تمام، نأتي إلى الشطر الثاني. يهجرك فؤادي بدموعي، صحة القلب التقوى، يدعي شكر فحمة. نفس الحكاية، هذه كلمات الفصل الثاني، كلمات الفصل الثاني. يهجرك فؤادي بدموعي، صحة القلب التقوى، يدعي شكر فحمة. لاحظ هاي كلمة فحمة اللي مرت معنا في البيت اللي حليناه قبل قليل، اللي هي هاي فحمة، يعني إذا شفت كلمة فحمة مباشرة نختارها. طيب، إذا هذه كلمات ضع دائرة للفصل الأول، وهذه كلمات الفصل الثاني. الآن قد يسأل طالب: مش ممكن إنه يتكرر كلمتين في نفس الخيارات؟ يعني مثلا ألاقي مثلا كلمة يهجرك وفؤادي في نفس الخيارات. هذا الكلام سيكون في كلمتي فؤادي والقلب. ملاحظة: إذا اجتمعت الكلمتان القلب وفؤادي في الخيارات نختار كلمة فؤادي. الآن إذا شفت في الخيارات كلمة القلب وفؤادي مباشرة اختار كلمة فؤادي، يعني هذه طريقة لا بأس بها، ولكن لا تستغني عن طريقة هذه، يعني بعد ما تنتهي من اختيار الكلمة تأكد برضو من الطريقة الأولى التي شرحناها في الصفحة السابقة. طيب، الآن نأتي إلى سؤال آخر، سؤال افصل بين شطري البيت. طبعا يعطينا بيت، الشطر الأول ملتصق بالشطر الثاني، ويطلب مني أن أفصل بين الشطرين. يعني بمعنى آخر، هل يكون الفصل عند كلمة قد، ولا كلمة طلع، ولا كلمة الأحرار؟ أين يكون الفصل؟ طبعا الطريقة المشهورة، إنه الطريقة الأولى نعتمد على التفعيلات واسم البحر، يعني بقطع البيت وبشوف التفعيلات واسم البحر، وبناء على ذلك أفصل. يعني لما قطعنا هذا البيت طلع عندنا التقطيع بهذا الشكل، وطلع عندنا البحر على التفعيلات على بحر، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، اللي هو بحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إذا الفصل سيكون هنا، نقرأ مثلا إلى أين نصل إلى هذا الحد، مثلا من هذه الدوحة الخضراء
خضراء قد طال عل. لاحظ قد طال عل لعند قل التعريف، الهمزة تبعت كلمة الأحرار تأتي في الشطر الثاني. إذا هاي الطريقة الأولى، إنه بناء على اسم البحر، يعني طريقة شوي فيها تحتاج إلى وقت، ليست صعبة ولكن تحتاج إلى وقت. إذا هكذا يكون فصل البيت. لأن في عندنا طريقة ثانية، اللي هي طريقة قطع عد اقسم افصل. قطع عد اقسم افصل، إيه يعني الكلام ده؟ طيب الآن يعني بعد ما أقطع، هي قطعت، بعد قد إيه عدد هدول كلهن؟ عد العدد هو 28، قسم على 2، 28 تقسيم 2 العدد 14. افصل عند الرقم 14، يعني عد 1 2 3 4، لما توصل لعند 14 افصل، يعني بصير عندنا هيك، يعني صار عندي هون 14 وهون 14. طبعا المقصود بالعدد 1 2 3 4 5، لما توصل لرقم 14. تمام، هاي وصلنا لهون رقم 14 وهون. هسه بقرأ مرة ثانية وبشوف وين وصلت لهون، اللي هي راح تلاقي من هذه الدوحة خضراء قد طال عل. إذا هذه هي الطريقة الثانية. تمام، إذا الطريقة الأولى إنه نعتمد على التفعيلات واسم البحر، الطريقة الثانية قطع عد اقسم افصل. طيب الآن في عندنا ملاحظة تساعدنا أيضا في قضية الفصل. لاحظ في البيت هذا جاء الفصل في نص الكلمة. الآن في الكتاب المدرسي دائما الفصل يكون بين كلمتين، يعني ما بكون من نص الكلمة إلا في مواضع محددة. الآن اللي بدي أعمله أنا إني راح أحدد لك المواضع اللي بكون الفصل في نص الكلمة، يعني مثلا هذه الكلمة هل يأتي الفصل عند التاء ولا عند الحاء ولا عند الميم ولا عند هذول الكلمات. هاي المواضع أنا بفضل إنه الطالب يحفظهن حتى إنه يختصر الوقت في الامتحان. بمعنى آخر، يعني لما أشوف كلمة مدحته في نص البيت مباشرة افصل لعند حرف التاء. هذه الكلمات اجمعها مع بعض، اخر شوي راح نجمعها، اجمعها مع بعض ويعني بتختصر عليك الوقت. غير هذه الكلمات بكون الفصل بين كلمتين، يعني ما بكون من نص الكلمة. خلينا اول اشي ناخذ شو هي هاي الكلمات. اذا لما اشوف كلمة مدحته، طلع كيف الفصل بكون بين الحاء والتاء، مدح تو. طيب الان اذا شفت كلمة الياسمين، الفصل وين بكون في كلمة الياسمين؟ الحرف الأخير اللي هو حرف النون، النون بتيجي في الشطر الثاني اللي هي هيك، والياسمين نون. طيب الآن قال لي افصل عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن. لما أشوف كلمة الحجاز وين الفصل بيجي؟ عند حرف الزين. طيب الآن وقبة ملك كأن النجوم تفضي إليها بأسرارها، كلمة النجوم أيضا عند حرف الميم. لاحظ بدي اياك يعني هيك تعطينا ملاحظة انه او تنتبه الى هذه الابيات. لاحظ كل الكلمات الفصل على الحرف الاخير اللي هي التاء والنون والزين والميم جاءت في الشطر الثاني. طبعا هذا مش في كل الكلمات، لانه هنا 4 مواضع، هي 1 2 3 4، في عندنا كمان 3 مواضع. الهوى والشباب والامل المنشود توحي فتبعث الشعر حيا. طبعا هنا بين النون والشين الفصل. طيب قد طلع الأحرار، لاحظ عند قل التعريف في كلمة الأحرار، وهنا عند كلمة الهوى قل التعريف. إذا هنا وهون عندنا قل التعريف. في الأبيات السابقة أو الصفحة السابقة أخذنا عند الحرف الأخير، وهون هذا الموضع وهذا الموضع عند بعد قل التعريف، بس كلمة المنشود اللي هي جاية في وسط الكلمة اللي هي بين النون والشين. الآن يعني لو جمعنا الكلمات اللي أخذناها قبل قليل راح تلاقيها مدحت، طبعا جمعتها في جملة، مدحت الياسمين في الحجاز تحت النجوم، وأعان الأحرار الهوى المنشود، وأعان الأحرار الهوى المنشود. تمام، طبعا احنا كلمة في وكلمة تحت دي ما قلنا فيها، بس تكملة المعنى للجملة. إذا الكلمات اللي أخذناها مدحت ياسمين والحجاز والنجوم،
طبعا هذه الكلمات وأعانا بتكون على الحرف الأخير، لاحظ مدحته عند حرف التاء، والياسمين الفصل بكون عند حرف الميم، وأعانا عند حرف الميم. طبعا هاي الكلمات بتكون في وسط البيت، مدحته بتكون في بيت لحالها، مش كلهن هيك بتيجي ببيت واحد. هذه تجميع للكلمات الأبيات اللي أخذناها قبل قليل، أعانا. طيب كلمة الأحرار الفصل بعد قل التعريف، والهوى كمان الفصل بعد قل التعريف. فقط كلمة المنشود حكينا إنه الفصل بيجي في وسط الكلمة النون والشين. تمام. الآن أعزائي الطلاب ندخل إلى موضوع جديد وهو القافية. طبعا درس القافية من موضوعات العروض، وهو من موضوعات المهمة تأتي في الوزارة، القافية والروي، وتقريبا في كل امتحان يأتي عليها سؤال. طيب الآن ما هي القافية؟ طبعا القافية وفق تعريف الخليل ابن أحمد الفراهيدي، طبعا نحفظ ثلاث كلمات مفتاحية، آخر إلى أول مع آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع الحرف أو مع المتحرك الذي قبل الساكن. نشرح هذا الكلام بشكل أوضح. مثلا عندي بيت من الشعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الآن الشيء المتعارف عند جميع الطلاب أن القافية هو الحرف الأخير، هذا المفهوم الدارج ويعني بين الطلاب. الآن هذا المفهوم سيتغير عندما نعرف تعريف القافية عند الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد إذا حكى لي حدد موضع القافية هيك كلمة مجردة، أو حدد القافية كما هو عند الخليل بن أحمد، يعني نتبع الطريقة الآتية، ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إنه نضع أيدينا على الحرف الأخير في البيت. الخطوة الثانية نعود إلى الوراء، طبعا في القافية دائما في آخر البيت، لا تأخذ نهاية الشطر، فقط في آخر البيت. نعود إلى الوراء حتى نصل عند حرف ساكن، لاحظ المكاري الراء تحتها كسرة ما بتلزمنا، الألف دائما ساكنة، الألف ساكنة. هذه الخطوة الثانية، نعود مرة أخرى. الخطوة الأولى آخر حرف في البيت شو ما كانت حركة الحرف، يعني سواء ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون، آخر حرف في البيت نأخذه ونعود إلى الوراء. الراء متحركة، إحنا بدنا نصل لعند وين؟ لعند الحرف الساكن اللي هي الألف، الألف ساكنة. الآن الحركة الثالثة أو الخطوة الثالثة إنه نأخذ الحرف الذي يسبق الساكن، الحرف الذي يسبق يعني الألف ساكنة، بناخذ الكاف. إذا هذه من عند الكاف لنهاية البيت هذه بسميها قافية. كارم. لاحظ ممكن تيجي نص كلمة، ممكن كلمة ونص، ممكن كلمتين، ممكن كلمة، يعني هسه بناخذ أمثلة عليها. تمام، إذا هذا التعريف بدنا نحفظه. قبل ما نكمل الأمثلة بدنا نشير إنه هذا التعريف حفظ. تمام. نأتي إلى المثال الثاني، نفس الشيء، آخر حرف الميم، العضائي كسرة، الألف ساكنة، إذا ناخذ حرف الضاد وإلى آخر البيت، إذا بتصير ظائم، ظائم. طيب ناخذ أمثلة أخرى، طبعا هكذا يأتي السؤال: حدد القافية وفق تعريف الخليل، أو حدد القافية لحالها، يعني خلص مفهوم القافية هكذا هو في الأدب العربي وعلم العروض. تمام. الآن ناخذ مثال ثالث: يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. لاحظ آخر حرف في البيت الميم، الراء خضاري كسرة، الألف ساكنة، نأخذ من عند الضاد للأخير، إذا بتصير ضارم. الضراغم ميم غين، طبعا هاي كسرة، الغين كسرة، إذا بدنا السكون اللي هي الألف ساكنة، نأخذ الحرف الذي قبل الساكن اللي هي الراء، إذا بتصير راغم. مثال آخر: ولا أمر الراء، طبعا الميم هيها ساكنة، لاحظ كيف أجت عندنا هون، الميم ساكنة، إذا نأخذ الحرف الذي قبل الساكن، إذا صارت كلمة أمره. ولم تصبي، الباء كسرة، الصاد توصي كسرة، إحنا بنرجع لورا حتى نصل إلى حرف ساكن، تو ضمة، إذا ما لقينا في هاي الكلمة، بنروح على الكلمة اللي قبلها، الميم سكون، خلاص نوقف لعند السكون، نأخذ الحرف اللي قبل السكون، إذا هذه كلها تصبح قافية. تمام؟ إذا هذه هي القافية، آخر حرف في البيت،
إلى أول ساكن يسبقه، نعود إلى أول ساكن مع المتحرك الذي قبل الساكن، يعني الحرف الذي قبل الساكن. الآن الروي، الروي هو آخر حرف في البيت، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، يعني آخر حرف في البيت ويتكرر في نهايتها، وتسمى به القصيدة. أحيانا نقول مثلا سينية شوقي، رائية، قصيدة رائية. ليه؟ لأنها تنتهي بحرف الراء، وسينية شوقي لأنها تنتهي بحرف السين، أو حائية أو لامية، وهكذا، ويكون ساكن أو متحرك. تمام؟ إذا بالمفهوم العام هو الحرف الأخير في البيت، بس في عندنا شوية ملاحظات بدنا ننتبه لها. جميع الحروف تصلح أن تكون رويا، كل حروف اللغة العربية ما عدا حروف المد الساكنة، الألف والواو والياء، هذه ليست حروف روي، ولكن عندما تكون ساكنة نركز على هذه النقطة، لأنه مرات مثلا الياء بكون عليها فتحة، لا بدنا إياها لما تكون ساكنة لا تكون رويا. تمام، تكون الهاء رويا، طبعا هذه من جهة أخرى شوي. خلينا نأتي إلى حدد الروي. طبعا ما في داعي نقرأ البيت، ننظر إلى الحرف الأخير، آخر حرف في البيت. إذا القاعدة عندنا أنه الهاء والواو والألف والياء لا تحسب روي، هذه الملاحظتين اللي أخذناها قبل قليل، الهاء وحروف المد لا تحسب روي، اللي هي كلمة هواي لا تحسب روي. إذا آخر حرف التاء، إذا حرف الروي التاء، حرف واحد هو الروي. لاحظ القافية بكون مجموعة أحرف، بس هنا حرف واحد. طيب هنا آخر حرف التاء ناخده، كوكب الباء، المهذب الباء، لائمه، لاحظ شو أخذنا، الهاء ما أخذناها، أخذنا حرف الميم. ليه؟ لأنه حكينا الهاء لا تحسب روي، إذا نأخذ الميم. بينما لاحظ لي على كلمة الوجوه أخذنا الهاء. طيب قبل قليل قلنا إنه الهاء لا تحسب روي، ليه أخذنا هون الهاء؟ السبب إنه لازم نطلع على هاي الملاحظة، إنه الهاء تحسب رويا إذا سبقت بساكن، يعني لما يكون قبل الهاء حرف ساكن، الواو اقرأوها راح تلاقوها ساكنة، الوجوه. لما يكون حرف مد واو او اي آ هي تكون ساكنة، لما يكون قبل الهاء حرف ساكن عندها تؤخذ الهاء رويا. تمام، الآن لاحظ أيضا كلمة ودعه، الهاء انظر إلى الحركة الذي قبلها ساكن، إذا ما دام ما قبلها ساكن إذا نأخذ الهاء روي. إذا دائما الروي، يعني الخلاصة إنه حرف الروي هو الحرف الأخير في بيت الشعر، إذا كان الحرف الأخير هاء أو واو أو ألف أو ياء لا نأخذها، لا تحسب رويا، نأخذ الحرف الذي قبلها. وأما الهاء فتحسب رويا في حالة واحدة إذا سبقت بساكن. إذا أعزائي الطلاب، يعني هكذا نكون قد أنهينا معكم مادة العروض كاملة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن ينفع بنا وأن يعلمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.